الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اللمه الحلوه. النهارده السبت 11 مارس 2017 ومعايا زميلتي هبه مختار. ازيك يا هبه؟ ازيك يا روني. مساء الخير. النهارده معانا مواضيع حلوه كتير. معانا موضوع مهم جدا هينفع كل ست، للستات بالذات. بس بعد ما احلى فقره عندنا نبتديها، فقره المطبخ. ميزو اوشي عامل لنا ايه؟ مساء الخير. الاول النهارده متمحكين في المغرب. على فكره المغرب وليبيا. بس هو في اصله اطلسي، يعني ناحيه الاطلسي كله. ناحيه احنا عندنا في مصر دايما الناس متعوده تاكل الكسكسي حلو، لكن الكسكسي الحادق ده بيبقى طعمه حلو قوي. طب قول لنا بقى، وطاجن لحمه بقى بالبصل والقراصه. احنا دايما يوم السبت بيبقى عندنا مطبخ مميز. طيب يلا قول. طيب نقول المقادير. اللحمه، ايوه، طاجن لحم بالفاصوليا مش كده؟ لا، بالقراصه. انا اللي مش شايفه. اوكي. معانا لحمه وش فخده، قراصيه، بصل، صلصه، جزر، ثوم، مرقه، جوز الطيب. المقادير تاني، معانا مكعبات لحمه او لحمه اللي هي من وش الفخده، وبصل وثوم وقراصيه وشوربه فراخ وجوزة الطيب وصلصه وملح وفلفل. وانت يا ميزو؟ معانا النهارده الكسكسي عباره عن كسكسي بالخضار، فاحنا معانا كسكسي خشن وبصل متقطع صغير وفلفل الوان متقطع صغير وتوم وحبهان ناعم وبهارات. تمام. وهنعمل سلطه. مقادير الكسكسي الاول: كسكسي خشن، فلفل الوان، بصل مفروم، توم، شوربه لحمه سخنه، بالزبط. ملح وفلفل وكركم وحبهان مطحون. بالظبط. السلطه بقى، السلطه احنا هنعملها زي صلصه، هنعملها هنضربها في الخلاط، فعباره عن طماطم مشويه وفلفل الوان مشوي وبصل مشوي وتوم مشوي. طيب نبتدي. تمام، كله مشوي. طيب. اوكي. انا حطيت شويه زيت هيسخنوا. بس الكسكسي اهو بمنتهى البساطه. الكسكسي دلوقتي بقى بيتباع في السوبر ماركت عادي، مش بالزبط. محتاج ان احنا خلص. نقعد نبذل مجهود وان احنا ناخد كوبايتين اهم. انا بحبه جدا بالخضار على فكره، وبحبه اكتر بالسكر. تمام. يعني ده من الحاجات المفضله بالنسبه لي. ياخدوا لهم كوبايتين شوربه بتغلي. وادي الشوربه عندنا اهي. يبقى كل كوبايه كسكسي بيتحط عليها كوبايه شوربه. كوبايه شوربه مغليه بتغلي. ماشي. ادي اهي، ادي اول كوبايه وادي تاني كوبايه. وبعد ما اسيبها ادي نص كوبايه اهي، عشان احنا عملنا كوبايتين ونص. افرفرها اهو بالمعلقه. تفرفرها. انت عارف ان انا بحط عليه على طول زبده، يعني بحط الزبده. انت حتى الكسكسي بتعمليه يا رانيا؟ بحبه جدا حادق. وبرده بحبه بالفراخ والزيتون المخلل والليمون المخلل. سنه زيت زيتون. الله. تمام. واقوم مغطي عليها، بس اسيبها تعيش في البخار لمده 5 دقائق مثلا. 5 دقائق. واقوم اقلبه. يعني ما اريحوش، كل شويه كده اخده. انت لسه هتحط عليه زبده ولا كده؟ لا، هو كده خد الزبده. هو خد الزبده. ونعمل بعد كده الخضار لوحده. طب ليه يا معتز ما عملتوش بالبطاطس؟ ان احنا ننزله بالبطاطس. الجزر والكوسه. الكسكسي بالخضار احنا خدناه بفلفل الوان. بس مش هنعمله منه فيه. احنا مره هنعمل الكسكسي هنا، ان احنا هنبس الدقيق والزبده هنا. جربتيه انت يا رانيا بالكوسه والجزر والبطاطس؟ طبعا. انا بحب الكسكسي اكتر من الكسكسي. وانا كمان. انت عارفه هو عباره عن دقيق. بصي احنا دلوقتي هنبتدي نشوح اللحمه. بالظبط، هننزل اللحمه تاخد الصدمه بتاعتها. اتصدمت؟ تبتدي صدمه عمرها. بص ابتدى يستوي بسرعه بسرعه بسرعه. فرفر اهو من بعده. واقوم ايه قافل تاني. يعني ما خدش وقت، ده اسهل بكتير من اللي بيعملوه في البيت. اللي في البيت بيجيب لي وزبده او زيت ونقعد نبسه على ايديه. ده عايز يوم من اول النهار بقى. شغلانه شويه يعني. اسمها ايه؟ توبخوا. توبخوا حاجه كده يعني. توبخوا؟ لا، توبخوا توبخوا دي حاجه ثانيه خالص. توبخوا احنا عارف اللي هو توبخوا يعني. عاقبه يعني.
طيب احنا دلوقتي كده هنشوح اللحمه. بعد ما نشوح اللحمه انت في الطاسه الثانيه دي هتعمل فيها لا هو الطاسه الثانيه دي ميزو هيشوح الخضار. هنشوح الخضار سلطه ده ولا انا هعمل كله في طاسه واحده؟ ممكن ناخد بقى الايه السلطه بتاعتنا اهي. احنا السلطه دي عباره الصلصه دي عملنا فيها ايه يا هبه؟ ان احنا حطيناها في الفرن تتشوي. راقي بيسالك خديجه بتتفرج علينا علشان هو بيسلم عليها. أيوة. بعت لك السلام يا ديزا. يقول لها بقى عشان هي كلمته الصبح وهو ما ردش عليها. ادي الفلفل. انت كده الطماطم دي شويتها كده؟ الطماطم مشويه والفلفل شويتها مشوي. ازاي؟ عشان حطيناها زيت ممكن ما تبقاش عارفه. لمعناها بشويه زيت ورميناها في الفرن. لمعناها بزيت بتحطها في فويل بتقفلها في فويل؟ لا لا زي ما هي. وادي فصوص الثوم اهي. مش مستاهلة الطماطم انت ضعيفه يعني. وادي فصوص الثوم مشويه بس. واقوم اديها الايه الميه دي. ماما غنوج بقى عشان ماما بتبين. ماما غنوج بطماطم. دي فصوص ثوم. انت شويت معاها فلفل؟ شوينا فلفل وطماطم. يبقى فلفل وطماطم وفصوص ثوم. وفصوص ثوم واتضربوا في الخلاط. بالظبط. نديها سنه ثوم ونديها عصير الليمون. دي الصلصه يا معتزه. دي الصلصه بتاعتي. ادي عصير ليمون اهو وادي سنه الليمون. الله ده سنه الثوم. طعمها تحفه. اه طبعا. دي بتنزل دريسنج كده مع الكسكسي. مع الكسكسي تبقى حاجه ايه تعمل بس صوص جنبيها يعني زي هي صلصه. مش عارف فين السكاكين. دي طريقه حلوه قوي لتقشير الثوم. اه بصي خلاص فك على طول. بتضربي على الثوم بتضغطي عليها بايدك تقوم ويبقى احلى كمان لو جبناه متقشر. اعظم بكتير. اوفر بكتير. وقت كمان. بصي هنزل بحوالي معلقتين صلصه كفايه كده. بس على فكره يا هبه انت لما بتجيبي ثوم ويعني انت بتقشريه وبتدقيه وتحطيه بيبقى طعمه احلى لما بتشتريه. اي حاجه فريش. لان بيبقى فيه كده الثوم فيه كده شعطانه كده بتبقى حلوه. شوفت الشعطانه دي؟ ادي الصلصه بتاعتها. بص بقى لونها جميل ازاي؟ بصي هنزل فصين توم كده قسمتهم اربع تربع كده على بعضهم كده عشان كده كده عندي توم مفروم هنزل بيه. احنا كده كل ده مع اللحمه. انا هعمل كله في طاسه واحده. الصلصه بعد ما حطيناها في البوله حطينا عليها بقدونس. كزبره. دي كزبره خضراء. كزبره خضراء. المغاربه على فكره بياكلوا كل اكلهم بالكزبره. جميل. بصي عندي بصل كده متقطع كريهات كبيره. كل ما هو اخضر مفيد. طبعا. جزر. وقد فصين توم تاني بقى مفرومين. فصين فصين. يا نصاب ليه؟ يا نصاب دول فصين. فصين. الثوم ده مفيد جدا على فكره. وبيعمل كمان بيدي اميون يعني المناعه بيعلي المناعه بتاعت الجسم. الثوم حاجات صحيه يعني. ناس كتير هتاخده على الريق. فص على الريق. بس الفص بقى مش بنقطعه بنشقه كده وبعد ما بنشقه بنروح. بس ما تستحملوش. جدي كان بيعمل كده. على فكره الناس الكبيره دي بتلاقي دايما صحتها يعني جدا عندهم اجزخانه من الحاجات الطبيعيه. طبيعي بقى كله في الطبيعه. انا عملت شويه ملح وفلفل نزلت بيهم بس مش هحط ملح كتير عشان انا خاطر عندي مرقه. حلوه اجزخانه دي. انت عارف ده عامل زي ايه عند الاكل الخليجي بيسموه دجوس؟ دقوس. دقوس مع الرز البسمتي. دجوس ولا انا اعرفه دقوس. دجوس دي ما اعرفهاش. بس تاني بقى بيبقى معاه فلفل حامي لازم يكون لازم يبقى مشطشط شويه. التاني بيبقى فلفل وطماطم وليمون وملح بس عشان تعرفوا برضو ان انا بعرف في الاكل يعني. ماشي يا جامد. لا هي بقى الله اكبر. الله اكبر. بخاف من عينك يا وشي. الله اكبر.
كده احنا الكسكسي خلاص استوى. سهل قوي يعني، ممكن بعد ما ترجعي من الشغل على ما يعني تكوني لفيتي اللحمه في الزيت يكون هو استوى. ما نريحوش برضه. انت كده بتقلبه بفرفره عشان يفك من بعضه. الكسكسي ماشي فرفره على الاخر. هو فرفر خلاص. انت هتنزل بالفلفل ده؟ الله. ودي له الثوم. يا لعبك بقى يا وش لعبك الوانات بقى. ها؟ وهنسد بالبهار بعد اذنك والثوم. الكسكسي ده كمان ممكن يتعمل مش بس باللحمه، ممكن يتعمل بالفراخ كمان. وبالسمك الليبيين بيعملوه بالسمك كمان. بص هو زي الرز اتجاه يعني. بس انا بحبه باللحمه ولا بحبه بالفراخ ولا بحبه بالسمك. نديله شويه ملح وفلفل وقوشي بقى ايه انت حطيت التوابل بتاعت اللحمه يا قوشي؟ ها انا حطيت ملح وفلفل بس. امال ايه اللي انت حطيته في الطبق هناك ده على الفلفل؟ فين؟ جنب الخلاط. لا ده للخضار. ده ايه بقى؟ ده كاري. سنة كاري صغيرة. ايه ده؟ ما قلتش انت الموضوع. شفت انا شاطرة ازاي ومتابعة؟ ما قلتش انت الموضوع. قفشتك. اهو. عارفة في الكسكسي الحلو يقعد على طول الراجل ما يريحوش. طول ما هو واقف يقعد يقلب فيه. بص هنزل بالقراصية. لف لفه معاها كده. طب معتز لو انا عايز اعمل كسكسي سكر في البيت اوكي؟ هجيب الكسكسي من السوبر ماركت هحط عليه ايه بقى بدل الشوربه؟ ميه مغليه. ما تسيبوهوش. احنا سقيناه شوربه عشان يبقى سكر. وبعد كده حته زبده وسكر. سن الزبده ايه؟ لا لسه. وسنه زبده بس زبده مش ملح. زبدة لا طبعا الزبده اللي هي زبده الحلواني. بس الزبده كتير بقى. ياخد زبده سكر باودر كتير. وعيشي. وبصي بقى لبن. انا بعشق السكر. اسقيه بلبن. وبعدين تقومي الصبح تطلعي على الميزان تلاقي فيه 2 كيلو. انا مش عايزه اقول لحد عليهم مش عايزه اقول لكم امبارح انا اتعشيت ايه بالليل. ايه بقى؟ هتنهار. مين بيحب المرطه؟ اوه مرطه عيش بلدي يا قلبي. ونمت عشان كده نمت 12 ساعه كمان. نمت كتير. مرطه يا هبه بالليل. ايوه يا ميزو. انا ده ايه بقى اللي انت هتحطه؟ دي مرقه. مرقه شوربه يعني. تعرف انا بحط كمان مشمشيه على اللحمه. وفي مشمشيه بس احنا ما لقيناش. بحب المشمشيه كمان معاها. مشمشيه جميله. ايه ده انت حطيت القراصيه خلاص؟ بص انا هزود لها شويه المرقه عشان دايما عشان تبقى حلوه مع الكسكسي يعني تلاقي فيها مرقه وانت مش عايزه طاجن دراي قوي. اهو احنا في واحد في الفرن يعني. والله يا رانيا الكسكسي اللي احنا بناكله بره ما خدش وقت. ثانيه ما خدش وقت. كله مفرفر اهو. حلاوته بقى ان هو مفرفر كده. ايه يا سلام. انا ما كنتش بحط عليه شوربه لا يعني كنت بحط عليه زبده. لا الزبدة. هو لازم شوربه طبعا. احنا ادينا له زيت زيتون اهو عشان يفرفر. اهو احنا معانا مصطفى من القاهره. يا مصطفى. الو. ايوه يا مصطفى. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مصطفى. سامعينك اتفضل. الحمد لله. لو سمحت اولا انا بشكركم على البرنامج. بتتفرج علينا كل يوم؟ لا انا مش بتفرج كل يوم. طب كويس ان انت شفتنا النهارده يا مصطفى. مش تشجعنا يا درش. لو حضرتك انا عايز اسال الشيف بس سؤال. يعني طريقه عمل مكرونه بالسي فود. مكرونه؟ بالسي فود. حاضر. ماشي. عينيا يا مصطفى. ماشي يا مصطفى هيقولها لك. بس دي يا مصطفى لازم تتعمل في يوم كده قدامك. احنا عملناها على فكره قبل كده بس نعملها تاني. اعملها لنا تاني. بس قول لنا كده. هقول السي فود حسب طبعا مكونات السمك اللي عندي. عندي جمبري، عندي كاليماري، عندي سمك فيليه. بناخد اللول الاول تشويحه لو هم حاجات دراي يعني جمبري او كده، وبعدين ننزل عليهم بسن الكريمه. كده كده هنسلق المكرونه طبعا. ممكن نزودها شويه لبن والبهارات بتاعتنا ونركب كله على بعضه، وبعد كده ممكن احطها في الفرن او اكلها زي ما هي. لو حطها في الفرن ممكن اديها شويه موتزاريلا من فوق. احنا بنحط على الحاجات دي شبت وكده. انت قول لنا امتى هتعملها. معلش يا رانيا وانت يا مصطفى تتفرج علينا في اليوم ده. ام احمد من الشرقيه.
ام احمد من الشرقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي سامعينك. احمد اهلا وسهلا. ممكن اسال الشيف سؤال؟ اتفضلي طبعا. طبعا. طيب. ممكن طريقه الكفته؟ الكفته. طريقه ايه؟ الكفته. الكفته. الكفته الشوي ولا كفته الفرن؟ نقول لك الطريقتين. الكفته المشويه اهم حاجه فيها يكون فيها دهن. فتبقى 60% لحمه حمراء و40% دهن. ده الكفته المشويه. وتعصري بصل، تاخدي بصل تفرميه كويس جدا وتعصريه من الميه بتاعته. وتنزليه عليها وتحطي البهارات بتاعتك، ملح فلفل وشويه قرفه صغيرين وجوز الطيب. تعصري البصل كويس جدا وتنزلي التفل بتاعه على اللحمه. تلفيه مع الدهن وبعد كده تصبعيه، تبلي ايدك في الميه بتاعت البصل وتصبعيه الكفته. ده بالنسبه للكفته السيخ او الشوي. كفتة الفرن تبقى يعني 80% لحمه حمراء و20% دهن. نفس الخطوات، تصبعيها وتحطيها في الفرن. بعد ما تخلص خالص تجيبي ورقه فويل صغيره وتجيبي عليها حته فحمه تولعيها وتحطي عليها سنه زيت، وبعد ما تخلصيها تقومي قافلاها بحته فويل، تطلع لك برده نفس الكفته الشوي. ودي من الحاجات الحلوه يعني. وشي نعم، قول لنا هتعيد تاني امتى المكرونه بالسي فود علشان مصطفى مستني يعرف امتى عشان يتفرج. هنحاول نعملها الاسبوع ده. الاسبوع ده؟ طب اديني يوم وننزل يعني. طبعا هي عايزه الاربع هي ومها. دي لئيمه. على فكره مها مش يعني مها بتحب المكرونه. تابعنا على الصفحه وهيلاقي مقاديرها على ال يتابع على الصفحه. هنعمل يوم كله سي فود. يعني هنعمل يوم كله سي فود. تابعنا على الصفحه ويلاقي مقاديرها باذن الله على على صفحة الفيسبوك اللمة الحلوة. خلاص يا مصطفى الأسبوع ده هنعملها لك، اتفرج علينا. بص أنا غديتها غلوة مع بعضها وهخليها تكمل في الفرن بقى. بص الخضار لما بيبقى كبير بيدي تيست للحاجة وبيبقى كده. أنت كده هتدخل الطاجن ده جوه الفرن. الله. بص الالوان بقى، الجزر مع القراصيه، الصلصه والقراصيه والسكر. سنه السكر دي مش قادره اتعاطف معاكوا عشان انا مش بحب اي حاجه سويتي اصلا. طب احنا قلنا هنعمل سويت نصور فيهم. انت عارفه لو سمحت اليوم اللي انا ما بقاش فيه الميزو. اي حد عنده مشاكل في انا احب اكلها لوحدها بس مع الاكل لا. عموما الدرايد فودز او الفاكهه المجففه صحيه جدا. صحيه جدا. ايوه هو ده. يا لعبك يا لعبك. ندخله كده. تعالى بقى. طب هات بقى هات بقى الطاجن ده كده احطه جنب ده. وده شكل الطاجن بعد ما طلع. بصي بصي بق 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 بق. الله. بيبقبق؟ بيبقبق. الله. حركات حركات. تسلم ايديكم. ومن المغرب العربي. نو كومنت. الف انا شايف. المغرب. تسلم ايديكم. ودي صلصه حلوه جدا. بس ايه رايك النهارده فيا كسكسي يعني؟ لا 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 امورك امبارح. ايه رايك؟ ده لسه ادوني شهر بس جربوني. تسلم ايديكم. تسلم 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 ايديكم. طيب.